السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة كحك العيد، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي. هنقول بسم الله. معلقة خميرة فورية على 3 معالق سكر بودرة، هندوبهم في كوباية مية دافية، 3 معالق معلقة سكر بودرة، معلقة خميرة فورية على 3 معالق سكر بودرة، هندوبهم في كوباية مية دافية مش سخنة، دافية، هندوبهم كويس. تمام كده. وبعدين هنغطيهم بستريتش ونركنها على جنب تخمة، بس لازم نحط حاجة تحتها عشان ما تفرش اي طبق. بندوبها كويس عشان السكر وبنغطيها بالاسترتش. تمام كده. الدقيق بتاعنا 2 كيلو للكحك والبسكوت مخصوص، هنحطه في الطبق بتاعنا، وعليه معلقة ريحة الكحك، معلقة كبيرة، و7 جرام بيكنج باودر، نص كيس بيكنج باودر، ورشة ملح. تمام كده. هنقلب المواد الجافة مع بعضها بالطريقة كده، كله مع بعضه، الدقيق مع ريحة الكحك مع البيكنج باودر مع رشة الملح. هنعمله طريقة الكحك دي اللي هي بالقدح، هقدح السمنة، 1/2 كيلو سمنة على 1 كيلو دقيق، 1/2 كيلو سمنة على 1 كيلو دقيق، هنقدحها كويس على النار، 1/2 كيلو سمنة، انا بوسع لها مكان اهو عشان انزل بيها، هننزل بيها واحدة واحدة، نبعد شوية عشان دي طريقة بتاعت مامتي وجدتي ربنا يديهم الصحة، اللي احنا من زمان عارفينها، يعني طريقة حلوة وسهلة، مكوناتها سهلة وما فيهاش اي مجهود. هننزل بالسمنة حبة حبة بس نبعد عشان بتبقى سخنة. هقلب تقلبتين كده وهسيبها 20 دقيقة تهدى شوية عشان ما اقدرش اجي جنبها وهي سخنة. طريقة زمان وطريقة جميلة مفيهاش افتكاسات، حاجات اساسيات. هسيبها 20 دقيقة تبرد شوية عشان اقدر، هو ممكن بيبصوها بعدها بس انا عجينتي مش محتاجة، بس هي ناعمة بما فيه الكفاية، يعني هي واضحة اهي مش محتاجة، بس لو مش ناعمة ببسها، اللي هي طريقة البس اللي احنا عارفينها بتاعت زمان. يعني هوريكو برضو معانا، انا وريتكو حتة فيها كده بعد ما تبرد شوية، بحاول بس اخليها تهدى شوية. بحط 4 معالق سمسم كبار بعد ما تهدى، سمسم بيديها ريحة حلوة. ايه الطريقة بتاعت زمان بتاعت جدتي ووالدتي، طريقة حلوة وجميلة وطعمها حلو مش بنلاقي زيها. 4 معالق سمسم كبار، ممكن احطهم مع قدح اهو. انا بوريكم طريقة البس، بس انا عجينتي مش محتاجة، بس هي طريقة البس ان هو يطري لك العجينة، وانا عجينتي مش محتاجة، هي حلوة، هي طرية ما شاء الله مش محتاجة حاجة. لو محتاجة ابسها او انشف من كده ابسها عشان تطرى معايا او تبقى ناعمة، لكن هي ما شاء الله مش محتاجة. هلمها بقى تمام كده، انا لميتها
بعد ما هديت شوية من السمنة، زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل عليها بالخميرة اللي احنا كنا ركنينها بالورق الاسترتش ومغطينا، وهفضل ألم فيها بقى شوية بشوية لحد ما المية بتاعتها تتشرب. أفضل ألم فيها أهو زي ما احنا شايفين كده، ميتها اتشربت، لميت فيها واحدة واحدة، وأجربها بقى، أجرب منها حتة كده قبل ما أريحها أشوفها بتشقق ولا لأ. أنا عملت تجربة على إيدي كده أشوفها بتشقق ولا لأ. أهو زي ما احنا شايفين عملت نقطة كده بإيدي، ما لقيتهاش بتشقق، جميلة جدا وزي الفل كده. أنا عجنتي تمام، هسيبها ترتاح 20 دقيقة كمان وأغطيها بورق ستيرتش أو حاجة كده يعني، بس لازم أغطيها ترتاح. هبتدي بقى أشتغل منها، ما سيبهاش ترتاح كتير يعني، مش هتخمر، هي ترتاح 20 دقيقة بس. بكورها كده زي ما احنا شايفين وهشتغل بيها، برصها اهو في السجون، جميلة مش محتاجة اي حاجة، طلعت زي الفل ومحتاجتش مجهود ولا اي حاجة. بسم الله ما شاء الله، العجينة حلوة مش مشققة، واخدة راحتها. رصيناها جميلة ما شاء الله، رصينا جابت صاجين، هنشكلها بقى بالبصمة، بصمة بقى منقاش زي ما تحبوا، الشكل ده في ايديكوا انتوا. نزلت عليها بالبصمة، بتديها شكل حلو، تمام كده. كده خلصناهم، خلصنا السجين بتوعنا، وبقت وحدتين كده عملنا لهم منقاش، دخلناهم الفرن على 180 درجة وطالعين زي الفل ما شاء الله. الصاجين اهم تمام قوي كده زي ما احنا شايفين، وطلعوا معانا وبألف هنا وشفا. كل سنة وانتم طيبين.